بعد الاستماع إلى مطرب الجيلين محمد عبد الوهاب قل لي عمل لك إيه يا قلبي، نواصل الحوار ونذكر السادة المستمعين أوفياء إذاعة الحياة اللي ضيفنا هو السيد عادل البشير، وهو ممرض رئيس وناظر عام مساعد بقسم الوحدة الأغالبة بالقيروان، الآن ينضم إلينا ابن الجزار. ابن الجزار وكذلك وحدة الأغالبة، نعم. الآن ينضم إلينا ابني وصديقي أحمد المخلوفي، مش يواصل المشوار من عند زميلنا أيمن ليجا. إذن هذه النبذة التاريخية وهذا المشوار، تبارك الله سي عادل، موسوعة كبيرة على حمة الجامع، وانت ابن حمة الجامع. نحن وقفنا بكري منذ قليل حمة باب القدة، باب القدة، باب القدة اللي زاد فيها عندك فيها تاريخ كبير أكيد، وخاصة كي نبدأ من لون تهابت من حل الفطاير يا عمك بالضبط. علي علي بالضبط. علي العزعوزي ياك ولا ايه؟ عم علي بري علي الله يرحمه. ايوه. بالنسبة للباب القدة هي معبر بين من حومة الجامع للجرابة، السوق واحد اللي ماشي واللي هابت المرش الحدادين هي ما يشك كان باب القدة. ايوه. باب القدة كانت تعج بالمحلات وكانت تعج بالعطارة برشا وبالخضارة. أيوة. نذكر على سبيل الذكر الله يرحمه من بايك خميس حمامة بجنب بايع عليه الفطايري اللي توا ولده هانو عبد الرزاق يخدم غادي. تلقى حانوت محرز اللي هو فهمتني ولا الله يرحمه، نقولوا نحن هو عبد الرحمن جاب الله الشهير بحانوت محرز. ابي عم محرز، عم محرز الله يرحمه ونعمه، كان عليه اكتظاظ، اكتظاظ خاطر كان يبيع بسعر كان مناسب للناس كل، اكثر من مناسب ويخليك تختار وتهز على كيفك وتوزن وحدك. نتذكر طماطم ب 20 فرنك، ب 20 مليم، والفلفل ب 40 و 50 فرنك، الدلاعه ب 20، الدلاعه ب 20 فرنك. ساعات تشري دلعتين توحل فيها زينهم من عندها محرز الله يرحمه، الله يرحمه. فهمني اللي هي بالضبط بجنبه حانوت باي ابراهيم الحجام، كان فما حجام باي ابراهيم الجبنياني الله يرحمه، فهمتني، ولده بعد رشيد، ولده رشيد مقابل كوشه باي علي خلف الله. أيوة. اللي هي توا حاليا كوش عراك نتاع الهاشمي عراك اللي يخدم فيها في الكعك، خذاها كان باي حمودة عراك الله يرحمه، كان هو اللي يخدم الكعك واللي ولده توا الهاشمي إلى يومنا هذا. نتذكر سي عادل كان باي الولد نتاع سي الهاشمي اي باي حمودة، باي حمودة كان يخرج يحط الكنسترو، الكنسترو معبي فوق من الاول، هو هو كان، هو كان عنده مساعد من كثر الكنسترو صغير هذاك، صغير عنده كنسترو كبير يتهز يتحمل معاه، يتهز يهزوا معاه واحد اخر، وفي كان يقعد، وكان يقعد قدام حانوت الجربي بوبابين في باب جلادين، يعطيك الصح. هو الى يومنا هذا تحول شويه للمكان لانه خاطر المبنى تبدل، صحيح. فهمني اما من قديم الزمان، من قديم الزمان حلينا عينينا نعرفوا باي حمود عراك ثم الهاشمي ولده ينصبوا بالكعك قدام في باب جلادين قدام الجربي بوبابين، وكان الكعك نتاعو بنين الى يومنا هذا. شنو بنين الكعك بتمر أنواع ما شاء الله، لابراج يبدأوا ناضجين بالضبط، حتى ولده الهاشمي زاد حسن من المنتوج، وتوا شكون يتحصل على كعك عراك هو ولا قليل يخدم، فهمتني، والكعك والكعك الدرع، وكعك الدرع أنواع، وكعك التمر، وكعك العادي، ويعمل حتى في الكاكيل الصغيرة بالضبط. كان قبل الانتاج نتاعو بايك حمودة الله يرحمه، باي حمودة عراك فهمني ربي يرحمه، وتوا الهاشمي ولده خذ عليه المشعل وحسن المنتوج، وكان بالضبط ما يقلش أهمية على والده. الكوشة هذيك سيدي كانت قبل باي علي خلف الله كانت في العشية، سامحوني في الكلمة، كانت الكرارتية يقعدوا قدام الكوشة يفرشوا لهم حصيرة، وما كانتش الكاميونات وما كانتش الواحد، كان قبل اللي حاجته بكري ترمل ولا كري تجريفي ولا يتعدى الكوشة عليه بايك علي خلف الله يلقى صاحبه المفضل يا فلان يا بما فيه مك العلويني كانت عنده الكريتة، فهمتني، جيب لي غدوة الحيار في دار فلان وعلان، غدوة الصباح الصباح تلقى كريت الرمل ولا كريت الجريفي مصبوبة قدام الدار، يتعدى من غدوة يخلصوا. وكانت الكوشة ذيك تخدم الخبز العربي، مقابل الكوشة فما حانوت شوية فما بجنبها جامع، جامع باب القدة الكوشة، باب القدة نعم. مقابل الجامع فما حانوت بي الحبيب النخلي الله يرحمه، بورشيد وبوكمال هذيك كان حانوت كبير مجهز، كان حانوت عطار كبير معناها فيه حركية كبيرة، وكان حمت الجامع الكل تأخذ من عنده، تشري من عنده بجنبه حانوت تيجاني الكيلاني، فهمني، بجنب التيجاني كان فما جمرك نتاع باي عمر شويه الله يرحمه، كان يخدم مع احمد بن احمد اللي من بعد ولا في معمل الدخان الله يرحمهم الكل، بجنب حانوت بجنب الجمرك هذاك كان باي بشير النخلي
نعم. الله يرحمه باي بشير النخلي بو فتحي توا بو فتحي هذاك كان عطار زيدا والناس تقضي من عنده حانوت عروق بجنب حانوت عروق بجنبه حانوت عروق أيوة. اللي عرف بعده ما بحانوت البنات أيوة. خاطر بناته الله يذكرهم بالخير كان هو بايك عروق الله يرحمه رجل كثيف وكبير كانوا بناته هما اللي ساعدوه وكانوا هما في الحانوت نعم. حتى كي تبعث تشري حد المرأة ولا تقول له لولدها ولا امشي الحانوت البنات شري لي من حانوت البنات هذاك اللي في الشوكة توا تبدلت البنية عندها توا منذ أشهر تبدلت الحانوت هذاك طاع وبنوه ولا المدخل متاعه في الجنب اي نعم هذاك الحانوت هذاك خذيها توا سي فتحي فتحي النخلي أيوة هذاك علاش قلت لك اني تبدل خاطر تبدلت البنية تبدلت والدور على يمين الشرقة تلقى تلقى حانوت قبل اللي هو تعرف فهمتني ولا بحانوت الظريف ثم بحانوت العزعوزي توا أيوة. عطار زيادة بجنبه حانوت بايك عثمان الله يرحمه حد ما زال كي توفى ما عندوش فتره كبيره فمني كان خضار وعثمان كان عثمان طيب المعيلي المعيلي أيوه. عثمان المعيلي بايك أيوه. عثمان مقابله حانوت بوحوله خضار زيت أيوه. اشكون بجنب حانوت بوحوله باي حمد جميل أيوه. الله يذكره بالخير باي حمد هذا هو كان مشهور بالخبز الصينيه وبخدمه المقروض نعم. كان يبيع خدمة ولدهم يحليمة الله يرحمها يعني لا يومنا هذا نقول يرحمهم يحليمة لأولاده ولبناته ولده خذوا عليه المشعل بالضبط ولده خذ عليه المشعل فهمتني في صناعة توا في صناعة الكعك والهريسة فهمتني يعني. وعنده بنته وبناته زوز زميلاتنا في المستشفى واحدة ممرضة والأخرى في التبنيج به نكملوا ننتهيوا بالنبذه التاريخيه راه مازالوا بعض مش ما يتغشوش لا فهمني. لا خمس نحكي وساعه فما حانوت حمامه باي فرحات حمامه الله يرحمه حانوت شولاق شولاق اللي هو لقب ميلاد حانوت شولاق بجنبه حانوت فحام وثم اك الزنقه اللي فيها سيدي منخود اللي تخرجك على صباط الباجي هذيك كانت كلها مساكن نعم. ديار توا ولا فيها حانوت فما اي دوره نتاع حانوت عروق فما حمام الزغبر حانوت حمام الزغبر حمام الزغبر من اقدم الحمامات موجوده في القروان في القروان وتعرفش القنوات نتاعو كيفاش قنوات الحفص الحفص الحفص, الحفص كان كان في مقص برجب مباشره صحيح. وكان ما احنا نقولوا خيالي كان واحد يقول لك يمشي الجو دي اللي يمشي بالفرس نتاعو في القناه ما كثر ما كثر من كبيره قناه كبيره ما كانش تسد القنوات ما تسدش صحيح. ما تتسدش هذاك النهج هذاك فيه فهمتني ولا وين كان عامر بوديدح الله يرحمه وان توا اولاده هانوا عاملين كوشه في ميكينه نعرفوها نقولوا كوشه بوديدح حمام الزغبار هذاك تاريخ في مدينه القيروان وكانت فيه حارزه امي فاطمه قريسة الله يرحمها مرت باي احمد قريسة اللي هي كانت كريتن الدار في حومه الجامع واللي تربيت عندها وفي حجرها وكانت تسميني ولدها رغم اللي عندها أولاد وأحفاد أم إبراهيم قريسة الله يرحمه وأم عثمان وأم الناصر والبنات عندها ثلاثة بنات الله يرحمها أم هي ذيك ما مات سي لطفي يزيد اللي هو كان قبل عنا في التجهيز لنا هي ما مات وأم فاطمة أم تركية الله يرحمها وبعد خذها لحبيب لحبيب تقتق حبيب تقتق خذوه واني صغير الحمام ذاك مش نقول الحمام ذاك دخلنا له كان متاع نساء صافي راه بعد ولا متاع رجال صباح كان بكله حمام نساء فهمني تهبط له بالدروج راه الحمام بالدروج. رغم اللي هو طول شفته للحومة باب القدة والناجة ذاك إلا أنه الحمام تهبط بالدروج يعني. وفيه تهو أو فيه فهمتني ولا أمن متاع تدخل تغسل في الحمام وتخرج فهمني وكانت بسم الله ما شاء الله سي عادل يعطيك الصحة على النبذة هذه التاريخية تاع الحمام حومة الجامع حومة الجامع ما شاء الله أعطيتنا فكرة شمولية وفكرة كبيرة برشا عن مسقط سكنيك قبل مسقط رأسي نعم. مسقط رأسك وهو كذلك تو مش نتعديه بطبيعة الحال المرحلة سيادتك أنت المرحلة الابتدائية فين قريت سي عادل والله أنا قريت في مدرسة الأمينية أيوة. المرحلة الابتدائية واني نسكن في حومة الجامع أقرب مدرسة راها باي مناسبة لنا نحن يا الأسوار يا الأمينية وبحكم الأمينية وقتها مديرها في الوقت العام اللي دخلت نقرأ مديرها بالنيابة كزمان سي محمد صالح العيسى جارنا أيوة. بعد تولى إدارتها سي الهادي النجار الله يرحمه الله يرحمه نعم. ست سنوات اللي قضيتهم سبع سنوات خاطر أنا سي زيام عاودته للأسف عاودته في مدرسة الأمينية أيوة. تولى الإدارة فيها سي محمود عطلة
مدرسة الأمينية كانت كيفها كيف الفتح كيف الأسوار، الثلاثة مدارس كانوا يعجوا. وطارق بن زياد، طارق بن زياد أبعد شوية، هذيك كانت لك السكان متاعهم سيدي سعد وشوية من أرض بوسريح، ما كانتش تعج بالسكان، وكانت شوية حي محمد علي. أما الثلاثة مدارس اللي ذكرتهم لك وعلى رأسهم مدرسة الأمينية كانوا بسم الله ما شاء الله التلامذة الأقسام معبية، وكانوا فيها أقطاب متاع مدرسين. أنا تلمذت على يدين الله يرحمه سنة أولى ابتدائي سي الهادي العلاني، كان يقري فينا في الحصتين الله يرحمه، تلمذت على سي حمد القروي، تلمذت على سي خميس العلويني اللي هو التجاني العلويني الله يذكره بالخير وربي يطول في أنفاسه، تلمذت على سي محمد الرماح الله يرحمه ونعمه، تلمذت على النقرتين ستين جميلة ونجيبة الله يرحمهم الزوز، هذوما قلينا عندهم فهمتني. وعدت نعتذر إذا كان ما ذكرتش بعض أسامي غرينا، سي غريبة قراونا في المدرسة، كانت المدرسة فيها ساحة وكانت مزيانة وكان تاريخ بالحق، كنا كي ندخلوا للمدرسة يتبدل كل شيء، كان فما الانضباط، كان فما نحبوا المعلمين اللي قراونا والمدرسين، حتى اللي يضربنا راهو ضربنا لمصلحتنا، حتى اللي مد العصا وقال إيجا مد يديك راهو يحبنا. أما علاش يحبنا؟ يحبنا باش نستقيموا ونستوعبوا المعلومة. هذيك الضربة وقت اللي يضربك على يديك سي غدوة الحي جي حافظ، جي كان حافظ المحفوظات ولا حافظ الواحد، ونخص بالذكر ونحييه ونقول له ربي فضلك. سي خميس العلويني نهار النتيجة متاع السيزيام متاعي، أنا داخل للقسم باش نشوفه النتيجة وهو يضربني هكا ويقول لي برا يا بشير جيب المبروك من الفرحة، رغم اللي معلم في دعصاء وكان متصف بالشدة مش بالعنف، رد بالك ما قلتش عنف، راهو كان شديد الانضباط. شكون ما يراش خميس العلويني وما يستويس مشيته وما يشدش محفظته مليح؟ شكون ما كانش يرا نجيبة نقرا وما يستودش روحه؟ شكون ما كانش يرا سي حمد القروي وما يحترمش روحه؟ يلصق على اليمين كي ظل المعلم يمشي في الكلوار نتاع الساحة، التلميذ ما يتجرأش باش يمشي في الوسط. نقول أحمد شوقي ايش يقول؟ قل قم للمعلم وفه التبجيل، نعم كاد المعلم أن يكون. نحن صغار ما كناش نعرف المقولة هذه لكن كنا نعملوا بها، لأن رسالة هي رسالة بالضبط، وكنا نحترم سي الهادي النجار الله يرحمه، كان يقف بالجبة في وسط الساحة، الحس تلقاه بيت رغم المدرسة الساحة تعج بالتلامذة، وكانوا كنا نحبوهم ياسر. من بعد جاء المرحوم سي محمود عطل الله يذكره بالخير، وهو هو كان قبل بيلونغ يقولوا يعمل فرنسية وعربية بيلونغ، كان بالحق وقت اللي يدخل القسم هكا يلقى معلم يقري يعطيه كلمتين على السبورة ويخرج، يضحك المعلم يضحك المدير، هذيك نستفادوا منها كاللقطة اللي عملها هذيك. هذه طفولتي الابتدائية. ثم الثانوية التعليم ابتدائي كان في مدرسة الأمينية. ثم انتقلت من مدرسة الأمينية، توجهوني بعد ما خذيت السيزيام مشيت اللي كان يسمى بالأنكس اللي هو توا ابن شرف مستقل. كان قبل 2 مارس وابن شرف طريق سوسة اسمهم الأنكس يقولوا. كان مدير وقت اللي خلطت غادي كينا مدير سي طاهر التركي الله يرحمه، سي طاهر التركي، وتلمذت على زيدين سي صالح الصيد تربية إسلامية الله يرحمه، كان إمام وخطيب في جامعة المنصورة بو طارق الصيد، وتلمذت على سي محمد الناصر الوحيشي في التربية الإسلامية والوطنية، تلمذنا على السيد عزيزة اليوسفي قدح في العلوم الطبيعية، كانت بالحق أستاذة في قمة في التربية وفي قمة في الأخلاق وقمة في توصيل المعلومة للتلميذ، وتلمذنا حتى على يدين أجانب، كان قرانا في الفرنسية مسيو ويليي ما نعرفش حياته وين كملت، كان يقري لهنا ويقري في المهدية، يمشي ويجي للمهدية كل نهارين ثلاثة، عنده 504 مزوط يمشي ويجي يقري هنا ويقري في تلمذت على دين سي الشافعي التابعي في التربية الوطنية، تلمذت على سي منصف عبد الكافي، سي عمران بوحولة، ونخص بالذكر المرحوم سي بشير بوراوي الله يرحمه أستاذ العلوم الرياضية الرياضيات. سي بشير الله يرحمه أنا مدين لسي بشير أنه رجعني على السكة، أقنعني وعرف كيفاش ياخذ بيدي السنة الثانية، خاطر السنة الأولى دوبلت للأسف، عرف في السنة الثانية في السنة الأولى تعليم اللي هم يقولوا سنة إعدادي تو، عرف كيفاش ياخذني وكيفاش يأطرني، ورجعت وليت نحب المات ونحب القراية، ورجعت رغم اللي كنت أنا مدلل كل شيء متوفر عند الوالد موفرهولي، وعدينا كل 4 سنوات في التعليم اللي هو ما كانش قبل اسمه إعدادي، كان يتسمى تعليم ثانوي. ثانوي عديت فمي كينا، ثم انتقلنا
وعندي برشا زملاء دراسة برشا باللي مش نذكر ننسيهم قرأوا معايا في الفاميكينا، ثم توجهنا لمعهد المنصورة. في معهد المنصورة اللي هو التعليم تقني، مشيت توجهت تعليم تقني، عندي خالي الله يرحمه تكنيك اندستريال تكنيك، خالي المنصف اقنعني باش خلي المنصف هذا، احنا نقولوا المنصف الجريدي، هو بو عامر الجريدي وبو لطفي الجريدي اللي كان في معمل دخان. خلي المنصف هذا انسان مثالي في الحياه، مثالي باتم على الكلمه، قعد معايا واقنعني انا ولد اخته الوحيد، ويحبني، يحبني برشا، يحبني برشا، تصرفاته معايا تدل انه انسان يحبني ويحب اخته ولد اخته، ودافع عليا في برشا مواقف. ولد خالي هذا اقنعني باش نمشي تعليم تقني. وقت اللي مشينا للمنصورة وعملنا التعليم التقني، أول شعبة تأسست أنا وجهوني كهرباء، وفما ناس وجهوا ميكانيك فقط. وقت اللي قرينا الجمعة الأولى جاءوا خذوا منا طريف منا وطريف منا، وعملوا أول شعبة فيها اسمها إلكتروميكانيك. أول شعبة في معهد المنصورة، ما كانش لا اسمه لا عقبة ولا ابن جزار ولا شيء، كان المعهد الفني بالمنصورة. كي خذوا الشعبة هذه جيت أني من ضمن زملائي اللي نحن أربعة مقيمين في ديارنا، والبقية هم حكاية 22-23 تلميذ كونوا بهم الشعبة هذية. فيهم أربعة اللي هو زميلي عمر بوجزة الله يذكره بالخير، خالد الخضراوي، ورضوان الخريبي، والعبد لله. احنا هذوما الأربعة اللي كنا فهمتني. عملت رابعة وخامسة، وفي الأثناء تصير لي حادثة بسيطة، قد يكون اللي يسمعها يكون حادثة بسيطة. خرجت انا عندي الوالده مريضه، خرجت من دارنا العشرة متاع الليل لوج على شكون يدق لامي تزريقه. ايوا الوقت هذاك تصور انت ما لقيتش شكون العشرة متاع الليل مش يدق كعبه في سيرالجين لامي، نثبت عليها بالضبط باكو في سيرالجين مطيش، ما فماش شكون يدق. يعني ما تجرأتش، ما نعرفش نقرا ميكانيك والكتريسيتي، فهمني. خرجت كي رجعت ما لقيتش، من غدوة الصباح باش لقينا شكون جاء ودق لنا تزريقه ولا ذلك. فك اللحظه ذيك كان تابني شعور اني لازم نكون في قطاع الصحه، نكون ممرض. ايوا ومشيت الفكره في مخي، وقدمت ملفي باش في العام اللي بعده اخر العام الخامس قبل الصيف، قلت لي ثم انتداب للمدرسه اللي هي كانت اسمها المدرسه المهنيه للصحه العموميه، تولت مدرسه علوم التمريض، توا مدرسه علوم التمريض. اي نعم. أما قبل كان اسمها القانوني المدرسة المهنية للصحة العمومية، اللي يقرأوا فيها عامين للتمريض وعام للي هو شبه ممرض، معناها إدسوانيو. فهمني. مع العلم أني المدرسة هذيك نفس البني ونفس الأقسام، واني صغير بي دخلني فيها روضة، قريت فيها روضة، نمشي الصباح والمروضة لتوى مازالت قائمة الذات ربي طول في عمرها، عرضتني مرة في المستشفى وحييتها وبستها من راسها وتصورت أنا وياها. الممرضة المروضة هذيك كانت تحب نيس، تحب تليم، احنا مش نبرشة كعبيت شكون يقري ولده ولا بنته في روضة وسيلة كزمان، نمشي أنا وجارتي المكان هذا كان لكن المكان هذا كانت روضة وسيلة. وهو بيده تخرجت منه أنا من 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 معهد مدرسة المهنية، عديت عامين وتخرجت ممرض. الدفعة الأولى. الدفعة مش الدفعة الأولى، لا لا، تخرجوا قبلي. فما برشا يعني جيت ما احنا دخلنا عام 82، السنة الدراسية 82-83، 83-84 اللي تخرجت فيها. في السنة الدراسية 83-84 صار لي مفصل فيصل في حياتي، اللي هي الوالدة توفيت في نوفمبر 83. الله يرحمها. كي توفيت الوالدة أنا الدنيا ظلمت قدامي، وكل شيء تسكر، كل شيء عندي أنا كنت الوحيد عندها، وكنت مش مدلل البركة، شكون يمسني ولا شكون يقهر لي حتى قحرة ولا شكون يغزر لي. أمي هكا تبدأ تعمل في تحبني الله يرحمها، باهيش أنا ولدها الوحيد. كي ماتت أمي 13 نوفمبر 83، هذاك التاريخ تقلبت حياتي فيه، وانقطعت عن الدراسة متاع الصحة العام الثاني لمدة قرابة الشهر. كان عندنا في المدرسة هذيك مدير الله يرحمه سي قسومة المجبري، وكانت وتلمذنا في المدرسة هذيك على يدين سي سلاح الدين الجنان الله يذكره بالخير وربي يطول في انفاسه ويمده بالصحة والعافية، سي ناصر بن حلوة كذلك، سي محمد الديواني، وسي محمد بوجدارية، هذوما الكل قرينا عليهم، مدام مبروكة، مدام غزية الله يذكرها بالخير، سي رمضان الهديجي الله يرحمه، سي زريق الله يرحمه. هذوما زادة مش نقول لك على حاجة، في الوقت ذاك وقت اللي نقراه في المدرسة، المدرسة ذيك فما انضباط،
يبدا من الزي نتاع التلميذ اللي احنا كنا نسميو التلامذه عند في المدرسه ذيك، من الكلو للبلوزه للسروال الابيض للحشيك الكلاسيك وللصباط ابيض، تلبس حاجه فيها كشويه بلون صال يخرجوك من الصف. كان عندنا صف يخرج البنات من قدام بالكواف وبكتوني الكوريكت، وما ثماش اللي فهمتني ولاك الملابس اللي نقولوا نحن جذابه، ولا كانت اللي من الصف قبل ما يخرج الصف ينقيوه، مخرج انت يخرج انت، واذا قالوا لك اخرج انت تعرف علاش خرجت، خاطر الهندام مش مناسب او غير لايق، او غير لايق كلمه مش مناسب خير، ما عندناش شكون فك فك الفوج نتاعنا، وكانوا السنه اولى من قدام والسنه الثانيه من تالي. كانت كان انضباط رهيب، ونشق الكياس ونخرج من مدرسه علوم التمريض اللي هي تو دار القران، كانت جرده، نشق الجرده ذيك نشوف الكياس نهبطوا في مستشفى ابن الجزار. إيوة. يتم توزيعنا على مختلف الاقسام هذه في الفتره الصباحيه. فتره اعطيني كماش على معناها الفتره اللي توفيت فيها الوالد، ربما انت قعدت شهر ما قريتش، كناش العوده نتاعك كيفاش كانت؟ انقطعت عن الدراسه بحكم اللي انا قلت لك امي ماتت هي. ولقيت ظلامه الدنيا في عيني الله يرحمها، لقيت كل شيء، ولا كنت كل شيء متهني عليه، ماكلتي شرابي لبستي كل شيء يعرف لعندي لاخت لاخو، فجاه لقيت راسي راس الوالد في الدار، دار فرغت كانت معمرتها امي، ولا انها كانت صحيح ما نقولش مقعده، كانت شبه مقعده تتحرك بالسيف هكا، ومراه كبيره بمريضه بركايبها وكذا، الا انها ما خلتش من روحها الله يرحمها، وكانت تقوم باللازم باش تخرجني في رمضان في اللبسه الباهيه، كانت تخدم الورقه، كانت خدمه الملسوقه، على فكره كانت في حومه الجامع، كانت امي شهريا تخرج اثنين وثلاثه زرابي، كانوا البنات يسكنوا في الماليجي قبل يجيوا لدارنا يخدموا الزربيه عند امي، كانت من الكثره نتاعهم تخرجهم بالشويه بالشويه، كعبتين بثلاثه هكا المعتقدات نتاع العين وبالشويه بالشويه، كانت كل شهر، والسيد مصطفى مالوش الدلال يشهد بذلك، كانت كل شهر تمد له ثلاثة زرابي من مختلف المقاسات، عرض ثلاثة عرض أربعة عرض ثلاثة عرض أربعة، تمد له الدور في الصباح في الرباع يبيع يجيب الفلوس لباي الجرابة، ناخذ الطعمة من حانوت القحطار باي سيد وباي الحبيب الله يرحمه، أول عملية تم نتاعك قبضان الفلوس يمشي يسدد الفلوس نتاع الواحد بيه. المرأة هذه كانت هي اللي فجأة لقيت روحي وحدي، كي توفيت قلت لك بالحق، وما نقولش الى يومنا هذا، خاطر توا يومنا هذا زهيت الدنيا في عيني ببنياتي وبوليدي وربي فضلهم داري. المراه هذيك وقت اللي توفيت لقيت روحي وحدي، انقطعت عن الدراسه بحكم اللي انا معناها نقولوا نحن جناحي تكسر الله غالب، قعدت شهر منقطع. يجوني بعض زملاء وزميلات للدار، هيا يا عادل ما نجمش نسمعهم، اللي نغزر له كأمي واقفه قدامي واني انسان مكسور. فما نهار اني وقف قدام باب الزنقه، وقفت قدامي الكاتريال نتاع الصحه يسوق فيها المدير الله يرحمه، وهبط وهو كان هكا ماركه فهمتني، ولا ماركه سي قسوم الله يذكره الله يرحمه، انسان هكا بالحقيقه انا نحبه خاطر لعده اعتبارات، بقات النظر على الفازه هذه اللي فهمتني ونقدره ونحترمه، وقف ويلبس خاتم هكا وشاور لي بك الخاتم، اي ومن بعد قال لي باهي ومن بعد تكلمتينا هذوما، اي ومن بعد قال لي باه هك بطلت، ايه ومن بعد جبدني هكا شبه مشي قوه ومشي حنانه، ودزني وركبني في الكرهبه وبدا ونده بيا ما نعرفش وين نده، لقينا روحنا قدام مدرسه الصح، ولدي تهبط تقرا على روحك والدنيا راهي مشي امك بركه، والدنيا راهي ثانيه والدنيا هذه راك مازلت باش الكلام اللي قاله لي وقفت عليه من منبر هذايا نحب الرحم عليه، وكذلك استقبلوني بعض معناها كزمان نقول لي زونسينيون نتاعنا كيما سي سلاح جنان الله يذكره بالخير، سي سلاح عطاني كلام مقرم لي وقتها توا ولات بيناتنا قرابه بحكم اللي انا تزوجت بنت خالو، اما قبل ما يعرفنيش مجرد تلميذ في القسم، اعطاني بعض نصائح واعطاني بعض معلومات، ولقيت روحي قاعد في وسط الزملاء نتاعي، رجعت نقرا على روحي. باهي إذا رجعت تقرا على روحك وبطبيعة الحال خذيت من بعد الشهادة نتاعك اللي هو الدبلوم الدولة للتمريض. دبلوم الدولة للتمريض. قبل ما نواصلوا الحوار سيد سي عادل، شو رأيك نعملوا مراوحة فنية ثانية؟ أي وأظن أنك حبيت عبد الحليم هكا ولا؟ أي نعم. شنو الأغنية؟ توا اللي يسمعني يقول شبيه يحكي عن الرومانسية، ولا غالب أنا تبعتي عبد الحليم وقول لي عمل لك إيه قلبي. قول لي عمل لك إيه قلبي، وزميلنا وصديقي أحمد المخلوفي هو مش يعدلنا الغناية هذه.